ومن أرض جدة إلى سماء الفضاء، وننتقل الآن إلى القبة السماوية وبالتحديد إلى فقيب لانتيريوم، وهو أحد الوجهات الجديدة والمثيرة والتي يمكنك من خلالها أن يجري الزائر رحلة تعليمية عبر الكون والتحليق في عالم الفلك والنجوم. أهلا بكم في فقيه بلانيتاريوم. اليوم حنعرفكم أكثر عن القبة السماوية، تعالوا تفضلوا معنا. عندنا هنا مثال لزي رائد الفضاء لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان إلى رحلته إلى الفضاء في منتصف الثمانينات، وزي ما تشوفوا خلفي برضو رواد الفضاء الثلاثة اللي طلعوا معاه إلى القمر. عندنا هذا المكان الزوار ممكن يتصوروا فيه ويختاروا الكوكب اللي بيتصوروه، سواء كان القمر أو المريخ، أي كوكب هم حابين يتصوروا فيه. هذه بعض العينات والهدايا التذكارية اللي موجودة في فقيه بلانيتاريوم، وبرضو عندنا بعض الألعاب التعليمية الترفيهية يستفيدوا منها كبار والصغار برضو، بالإضافة إلى هدايا عينية موجودة عندنا عبارة عن سلاسل بتجينا من ناسا فيها تربة القمر وأحجار القمر. نحن الآن داخل القبة السماوية، زي ما أنكم شايفين تصميمها 360 درجة بتخلي الزائر يحس أنه هو داخل محطة فضائية في الفضاء. عندنا هنا شاشات بتعرض عن رحلة الأمير سلطان بن سلمان لذهابه للقمر، وبرضو بعض الشاشات التعليمية عن الكواكب المختلفة في الفضاء. وعندنا القبة السماوية شاشة عرض 360 درجة بتعرض عندنا أفلام ترفيهية تعليمية عن الفضاء، مثل فيلم النجوم، فيلم رائد الفضاء، وفيلم كرتوني تعليمي ترفيهي للأطفال لأعمار 6 سنين والأقل، تقريبا في 117 كرسي في الداخل. وأنصح زوارنا هنا في جدة يزورونا فقيه بلانيتاريوم ويستفيدوا من المعلومات التثقيفية التعليمية عن الفضاء، ومبدأنا هنا التعليم بالترفيه.